السلام عليكم أبناء وبنات طلاب الصف الأول الإعدادي، هنشرح مع بعض سلسلة اسمها سلسلة الجرامر أو القواعد. النهاردة هشرح لكم القاعدة بتاعة الصف الأول الإعدادي لعام 2023. طبعا هي بتتكلم عن حاجة اسمها Present Simple. تأكد انك انت مشترك معنا في القناة ودينا لايك للفيديو لو عجبك المحتوى. زي ما هو واضح قدامنا على السبورة، احنا كاتبين هنا Present Simple. Present Simple معناها المضارع البسيط. مبدئيا كده قبل ما نتكلم عن Present Simple عايزين نعرف احنا بنستخدمه ليه. اولا بنستخدم Present Simple عشان نعبر او نتحدث عن اشياء تحدث عادة، يعني اشياء تتكرر معنا، عادات او سلوك، واحيانا نستخدمها لنعبر عن حقيقة. يبقى استخدامها تعبر عن عادة او حقيقة. معناها انت بتروح المدرسة كل يوم، دي عادة من عاداتك، فهنا انت بتستخدم Present Simple اللي هو المضارع البسيط. طيب مبدئيا كده في السلسلة دي واحنا شغالين، اي زمن هنتعرض ليه او اي جرامر هنتعرض ليها هنعرف ازاي بنعمل حاجة اسمها الفورميشن او التكوين، يعني ازاي بكون الزمن ده، بعمله ازاي. اول حاجة هنتفق ان عندي في الجملة لابد ان هو يكون فيها subject يعني فاعل، وبعدين شكل الverb الفعل، وبعد كده حاجة اسمها الكومبلمنت او باقية الجملة، باقي الجملة او الباقي الكلام. طيب احنا اللي بيهمنا هنا في الموضوع كله ونركز كويس جدا، مين هو الفاعل؟ مين هو ايه الفاعل؟ اقصد كلمة مين هو الفاعل؟ يعني الفاعل شكله ايه؟ طيب الفاعل عندي في البريزنت سيمبل او في كل الازمنة بيكون نوعين، يا اما سينجلر يعني فاعل مفرد، يا اما بلورال يعني جمع. السينجلر الفعل السينجلر المفرد بيكون واحد من ثلاثة، مثلا شي او هي، وكمان معنا ات. طبعا معنا هي وهو، ودي مفرد غير عاقل، وكمان بتشمل معنا اسم مفرد. اسم ايه؟ مفرد، اي اسم مفرد، مثلا علي، احمد، منى، هدى، اي اسم يكون مفرد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما يكون عندي الفاعل واحد من المجموعة دي، هنا الفعل اللي بعده بيكون له شكل معين. ايه هو الشكل المعين؟ هيبان معانا دلوقتي. طبعا الفيربس الافعال مثلا زي visit V-I-S-I-T، او مثلا do يفعل او يؤدي، او مثلا go، مثلا fix، play يلعب، وهكذا. كل دي افعال معانا، visit do go fix معناها يصلح، play معناها يلعب. لو استخدمت حد من هذه الافعال لابد من اضافه، لابد من اضافه لنهايه الفيرب، لنهايه الفعل اللي هو ده. اوكي بناخد بالنا، اول نقطه الفاعل مفرد، حد من الموجود قدامي هنا لازم الفيرب الفعل هديله اضافه. ايه بقى الاضافات اللي بنضيفها للفيرب؟ الاضافات دي بتكون اما اس او اي اس او اي اي اس. طبعا طالما هي اضافات متنوعه ليها قاعده في الاضافه، فهنقولهم دلوقتي وبعدين هقول لك ازاي بنضيف الحاجات دي. اول حاجه فيزيت، هنقول فيزيتس. دو داز، جو جوز، فيكس فيكسز، بلاي بلايز. ام سوري اس بلايز. الشرط الوحيد لهذه الإضافة أن يكون الفاعل مفرد. طبعا باقي الجملة هتكون يعني ممكن جار ومجرور، ممكن صفة، ممكن حال، أي حاجة بتكون في نهاية الجملة. تعال نكمل بس الأمثلة دي عشان يبقى الموضوع واضح معانا. She visits، هي زارت the zoo، أو تزور the zoo. ممكن أكمل مثلا بقول every Friday يعني كل جمعة. She does أو he does، هو فعل his homework، his homework يعني هو عمل ال homework بتاعه يعني الواجب. أوكي it طبعا ممكن تيجي مع eat فتبقى eats يعني حاجة غير عاقل، مثلا it eats مثلا fish.
انها هكذا او تاكل السمك. اوكي طيب he fixes his car, هو صلح السياره بتاعته, وهكذا. ده الجزء الاول اسمها الجمله المثبته مع المفرد يلزمها اضافه. احفظ الجمله دي كويس, الجمله المثبته مع المفرد فقط يلزمها الاضافه, والاضافه بتكون واحد من ثلاثه s e s i e s, ودول ليهم قاعده هنقولها دلوقتي. فتاكد انك انت موجود معانا. لو عجبك المحتوى يعني اشترك, لو دي اول مره تشوفنا على اليوتيوب لايك للفيديو عشان يوصل لغيرك ويستفيد.